ستوب شير ولا اعمل ايه؟ صح، ستوب شير. ستوب شير. تمام كده. هي بتتكلم دلوقتي يا ساعة؟ هتكلم. مساء الخير السيدات والسادة الحضور، أهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي. نفتخر اليوم بوجود العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، عضو مجلس أمناء أسبوع العلوم العربي والغني عن التعريف، وسعداء جدا بقبوله وإتاحته للوقت للمشاركة معنا. جالنا تعليقات كتير في انتظار الجلسة دي، ومعانا أطفال من سن 8 سنوات حاضرين، حتى يمكن سن 108 زي ما بيقولوا. متحمسين النهاردة نعرف أكتر عن كواليس رحلات أبولو لاستكشاف القمر. والحقيقة ما فيش حد أفضل من الدكتور فاروق الباز عشان يقول لنا الأسرار والكواليس وكل اللي أدى للثورة اللي حصلت في مجال اكتشاف الفضاء. مش هطول عليكم، هسيب المايك مع الدكتور فاروق الباز، وتمنياتي بجلسة ممتعة وشيقة لحضرتك. شكرا جزيلا. تفضل يا دكتور، المايك مع حضرتك. ألف شكر يا سعد. أنا الحقيقة مبسوط جدا إن أنا أتكلم مع الشباب العربي النهاردة عن قصة الفضاء ورحلة أبولو، لأن أنا كنت مشاركها، يعني كنت في وقتها موجود وكنت مشارك فيها، ودي قصة مهمة جدا عشان النهاردة. ليه؟ لأن إحنا شايفين العالم العربي في خيبة، وعايزين العالم العربي يرتفع مكانته، ولا ترتفع مكانته إلا إذا الناس نفسها قدرت تعمل حاجة كويسة. فأنا عايز أقول لكم القصة كلها، بداية من إن كان الاتحاد السوفيتي كان سابق أمريكا، وجه حاجة كده غريبة جدا قاعدت تقول توت 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 من الفضاء، ودي كانت كان قمر صناعي بيلف حوالين الأرض بس بيبعت إشارات صوتية توت 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 من الأرض، من مدار الأرض إلى الناس اللي بتسمعها في الأرض، الناس العسكريين والبتوع المخابرات وما إليه. ده كان قمر صناعي روسي، أول قمر يطلع في الفضاء، كان اسمه سبوتنيك. ده كان في 4 أكتوبر 1957. أنا وصلت أمريكا عشان أدرس الدكتوراه سنة 59، وكنت وشعرت بأن كان عندهم هم كبير قوي في الحكاية دي. كان في الوقت ده رئيس أمريكا كان اسمه أيزنهاور، دوايت أيزنهاور. هو كان في الجيش الأول، كان رئيس الجيش الأمريكي ورئيس الاتحاد ضد الألمان في أوروبا. وبعد ما خلصت الحرب في سنة 48 ورجع على أمريكا، الناس قالوا إن هو كان رجل محترم ومهذب، وكان بيتعامل مع الأوروبيين كويس جدا، وتعاملات في الجيش كويس خالص، ده يبقى رئيس الدولة، وانتخبوه بقى رئيس الدولة في سنة، يعني فضل من 53 لحد 60 كان رئيس أمريكا. الحاجة بتاعت سبوتنيك دي طلعت في سنة 57، يعني بعد 4 سنين ما هو كان رئيس دولة، وهو ارتعب وقال الله فين الناس بتوع الفضاء بتوعنا، ازاي الروس يسبقونا، فين القصة دي، ورونا ايه، فين الناس اللي بيها بتعمل في الفضاء. فقالوا له يا سيادة الرئيس، احنا عندنا 3 مؤسسات، واحدة في الجيش، واحدة في البحرية، واحدة في الطيران، كلهم بيشتغلوا عشان يعملوا مشاريع فضائية. قال ايوه، عشان كده الروس سبقونا، اقفل كل الحاجات اللي بيعملها الجيش دي كلها، طلع الجيش منها كلية وتماما، ده مش شغل الجيش، ده عايز شغل مفتوح وشغل تكنولوجي وعلمي وكذا، لازم نخلي في مؤسسة مدنية هي اللي تعمل القصة دي، ما تشتغلش في حاجات سرية خالص، مؤسسة مدنية عشان تستفيد من كل الأبحاث اللي موجودة في كل الجامعات الأمريكية. وعمل كده، وعملوا ناسا.
جه بعد كده قالوا ان دكتور ايوه الشير سكرين بس مش ظاهر، لو ممكن حضرتك تشغل لو في صور للعب. ماشي ماشي شير سكرين دلوقتي، ما انا شايفها دلوقتي. امال ايه مش انت كنت شايفها في الاول؟ لو بس حضرتك تضغط شير توقفت سكرين تاني. توقفت شير سكرين، انا مشوف ايه اللي بس انا شايفه الصوره في الكمبيوتر بتاعي ازاي. حضرتك بس اعمل شير سكرين تاني من برنامج زوم عشان تكون الصور ظاهرة للجمهور. انا مش شايف البرنامج فين دلوقتي. شو ده الشيء دلوقتي؟ تمام ظهر كده. ظهر كده اوكي. فكان قبل كده كان ما نشوف هو هيقدر ممكن يرجع ولا لا، ما رجعش. طب خلاص. وبعد كده جه كينيدي في سنة 1961 في يناير وقال احنا عايزين نعمل نروح القمر خلال العشر سنين اللي جاية دي بس. معناها ان ايزنهاور عمل مؤسسة مدنية عشان تستفيد من الأبحاث العلمية اللي بتحصل في الجامعات وطلع الجيش منها خالص، والرئيس كينيدي قال لهم أدلهم موعد، قال لهم بعد 10 سنين. فدي كانت مهمة جدا أنها تحصل دي. بعد كده قالوا إن إحنا لازم نعمل واحد رئيس ما بيتحركش ليه دلوقتي. ايوه بعد كده جالنا كانوا عملوا رئيس اسمه جيمس ويب. جيمس ويب ده كان هو اول رئيس لناسا. جيمس ويب ده كان رئيس ناسا ما كانش بيقعد في مكتبه الا يوم الجمعه بس، كان يقرا تقارير ويمضي على اوراق بتاعته. بقيه الاسبوع من اوله لاخره بيلفلف على المراكز بتاعتها بيكلم الناس ويشجعهم. وكان له كلمه مقصوره قوي يقول ان احنا لو اشتغلنا قدر طاقتنا هنفشل، والاتحاد السوفيتي هيروح القمر قبلنا، لكن اذا كل واحد فينا اشتغل اكثر من قدر طاقته راح نوصل للقمر ونبقى هايلين جدا. يبقى عليكم يا رؤساء الاقسام انكم تشجعوا كل واحد بيشتغل معاكم عشان ينتج اكبر او اكثر ما هو قادر ان هو يعمله. شوف رئيس المجموعة بيقول ايه؟ انت يا رئيس لازم تشجع كل من يعمل معك، كل من يعمل معك انه يعمل اكتر ما هو كان يعتقد انه هو قادر يعمله. هذه الادارة بتاعت ناسا. جاء في عشان يعملوا الصاروخ جابوا واحد الالماني اللي كان بيشتغل مع هتلر زمان، برنر فون براون، عشان هو اللي ركز الحكاية دي. كان الأول في الجيش، طلعوا من الجيش خالص وعملوا مؤسسة مدنية في هانتسفيل ألاباما مركز لإنتاج الصواريخ، وهو كان رئيس المجموعة اللي بتشتغل العلمية. وكان ده جدع في إنه بيحاول يفهم كل حاجة. كان مرة الرؤساء المراكز بتاعت ناسا كلها مجتمعة وقالوا لي تعال قول لنا أنت عن جيولوجية القمر، وأنا قفت ورحت قايل لهم عن جيولوجية القمر، وراح هو واقف كده في الآخر وراح مسقف وقال هير دكتور الباتس باسمي، يعني انا شاكر جدا لان احنا كنا نازلين نسمع ان في حاجات اسمها جيولوجيا القمر واحنا ما كناش فاهمين يعني ايه جيولوجيا القمر. عارفين الجيولوجيا بتاع الارض بتاع الريس، لكن في القمر يعني ايه جيولوجيا القمر؟ انت فهمت لنا جيولوجيا القمر بحكمه وصراحه وعمل متميز. شكرا شكرا شكرا. وقعد معناه. شوف ان هو رئيس وهو راجل محترم بتاع صواريخ وكذا وكذا، لكن لما سمع حاجة من واحد جيولوجي قاعد يقوم عشان يشكره قدامهم. والراجل اللي كان مسؤول عن برنامج أبولو كان اسمه راكو باترون، كان هو في الأول خالص كان مسؤول عن انطلاق اللي هو على اليمين ده وعن انطلاق الصواريخ. وراكو باترون ده كان يعمل، أنا كان مكتبي كان جنب مكتبه خالص يعني، وكنت بروح له كتير، كان يحبينه أحبه جدا، بحبه وأحترمه. وكان يعمل ما يلي: لما تكون في مشكله في مثلا في هيوستن، احنا مكاتبنا كلها في الاداره في واشنطن، وهو عنده مشكله في هيوستن والناس بيقولوا له لا مش الحكايه مش هتنفع، يقول له يا فاروق تعال روح بكره شوف القصه دي ايه
وشوف مين اللي مسؤول عن نجاح هذه الحكايه دي من المهندسين نفسهم. ما تروحش ما تسالش حد في الرئاسه ولا حتى في هيوستن، شوف لمين اللي اشتغل في الحكايه دي. اروح في المسافر واروح في اليوم ده واقعد كده حد ما اعرف فين الفلاني، اروح قبله واقعد معاه واعرف انه معاه 18 مهندسين جداد وبيعملوا كذا، وهو المسؤول، وهو الراجل المسؤول بشغله، ما حدش لا بيسك بيكلمه ولا حد سائل فيهم في الاداره. واروح لروكو واقول له القصه دي كلها، يروح مد التليفون دي يسالني التليفون بتاعه كام، ادهوله، يروح مد يكلم سكرتير فيرجينيا، تكلميني الراجل ده ويكلمه، قول له هاي جان فاروق هنا بيقول لي ان هو زارك امبارح وبيقول لي ان انتوا شله عظمه زي الورد، انا عارف ان في ايدكم شغلانه دي وانتوا عارفين ان انتوا الوحيدين اللي تقدروا تحلوها، انا عايزك تجيب مجموعتك يا جان كلها وكلمهم وقول لهم ان انا منتظركم تحلوا المشكله دي فورا، وبعدين تكلمني بالتليفون وتقول لي، ولو محتاج اي حاجه تليفوني هنا اهو، ولو احتجت حاجه بالليل ادي التليفون بتاعي في البيت اهو. شوف لما واحد مهندس صغير في هيوستن تكساس يكلمه رئيس برنامج أبولو من واشنطن يرتعب ويروح لزمايله ويجمعهم كلهم ويحلوا المشكلة، وده اللي كان بيحصل. القصة كلها كانت إن إحنا بنختار مواقع هبوط على سطح القمر، لأن القمر فيه حتت مختلفة زي ما أنتم شايفين كده، إما صخور سودة داكنة اللون دي كلها كانت بركانية بازلت، واللي حواليها ده الصخور البيضة دي ما هيش بنفس القيمة، وكانت مهم إن إحنا عارفين إن الحتة السودة دي هي اللي مستوية. حتى جاليليو لما شافهم في 1610 بص عليهم لقيهم مستويين كده، فقال الحتة الداكنة دي دديا البحار على سطح القمر، فسماهم ماريا بالطلياني بحار، يعني في ماري يعني بحر أو ماريا بحار. فالحتة دي احنا كنا عارفين ان دي القصة، ولازم نختار مواقع الهبوط في الحتة السوداء دي الاول، لان الحتة السوداء دي مستوية وكويسة خالص يقدروا الرواد ينزلوا فيها. فدرسنا كل الصور دي، وناس قالت هنعمل كتاب عن تضاريس القمر، اهو The Moon as Viewed by Lunar Orbiter. كان واحد من رئاسة ناسا اسمه ليون كوسوفسكي، وانا اللي كنت معاه في الشغلانة دي، عشان انا اللي كنت مسؤول عن يعني تفسير الصور القمرية. وجيت رحلة أبولو 11، والراجل نزل على مكان ممتاز، كنا اخترناه موقع كويس وسهل ومعروف، ونزل هو فيه ومشيت الرحلة كلها. المهم أثناء رحلة أبولو 11 دي أنا ورواد الفضاء نزلنا في الممرات اللي قدامكم دي كلها عشان نسأل، عشان ناخد متوسط عمر الناس اللي مشغلها رحلة أبولو كام. قعدنا في الممرات نسأل كل واحد اسمك كام، اسمك المهم سنك كام سنك كام سنك كام، عشان نجمع السن كله وناخد المتوسط بتاع سن كل الخلق اللي هم مشغلين رحلة أبولو دي. طلع سن الناس المسؤول عن الرحلة واللي مشغلينها 26 سنة. أنا ياما أقول الكلام ده في مصر وأقول للناس والوزراء وكذا، جيبوا الشبيبة اللي هم في العشرينات عندهم طاقة. الولاد دول اللي كانوا في المركز بتاع أبولو كان بيقعد لو كان عنده مشكلة بيتلزق جنب الكمبيوتر اللي هو قاعد قدامه ما يتحركش، يجي وقت الغداء يخلي زميله اللي ماشي راح ياكل يقول له جيب لي سندوتش معاك، مش هيقول له جيب لي سندوتش ايه ولا ايه، مين ده جيب لي سندوتش معاك، لانه مشغول مش معايا، مش هيقعد يفكر هياكل سندوتش ايه ولا يشرب معايا، يقول له جيب لي سندوتش معاك، وهو قاعد منتظر وهو بياكل وبياكلها بسرعه كده قدام الشغل وهو بيشتغل ما بيتحركش. ليه؟ لانه نشيط 26 سنه قادر، لسه عنده قوة احتمال وعايز يثبت نفسه، ودي المهمة جدا ان احنا نشوف الشباب بتوعنا اللي في العشرينات وفي الثلاثينات هم دول اللي عايزين يثبتوا نفسهم، هم دول اللي نخليهم نمسك نديهم زمام الامر، مش نقول له روح شغل احنا الاسد الكبار بنعرفين انت روح شوف لك شغلك، لا المفروض نشجع الشبيبة دول كلهم لان هم ده اللي فيه، وخلي الشباب المصري يعرف ان انت لسه متعلم، لسه طالع من الجامعة لسه عارف الحاجات دي، انت اللي لازم تروح وتعرف كل الكلام ده وتحققه. دول الرواد الفضاء كنت انا بشتغل معهم كتير قوي شخصيا، بيني وبينهم واحد واحد كده، واحد على واحد. دول ده ستور روسا بتاع أبولو 14، وده ده أبولو 15. هحكي لكم له تاني مرة مهمة جدا ده، علشان بتاعت رحلة أبولو 17 انها خدت حاجات مهمة بالنسبة لي معاهم،
ورحلة 15 دي أول مرة نزد فيها العربية جيب، العربية القمر جيب القمر كان شكله كده عشان يسافروا بعيد في الأب بعد حتى ممكن يبعدوا عن الموقع لمدة 7 كيلو ويرجعوا. وكان فيه كمان مكنة بتاخد صور، كانت الكاميرا اللي هناك اللي فيها دي اللي انتوا شايفين الحتة المفتوحة دي، دي كانت 7 أدم، الكاميرا نفسها كان طولها 7 أقدام عشان تاخد صور جميلة جدا وتفصيلية للغاية لسطح القمر. والصور دي كلها جمعناها، ناسا قالت لازم نعمل أطلس محترم عن كل الصور بالصور بالكاميرات المحترمة دي. فقالوا للجمعية الجيولوجية الأمريكية، قالوا نعملوا مجموعة تعمل الحكاية دي، عملوا مجموعة أبولو أوفر ذا مون فيو فروم لونر أوربت، يعني الأبولو فوق القمر الصور بتاعتنا، وكانوا هم ثلاثة هم عملوا البتاع ده، هارول مازوركي كولتون وفاروق الباز. يعني كل مرة ناسا تعمل حاجة عن الصور بتاعت القمر كان أنا موجود فيها. ليه؟ لأن كنت بشتغل كويس وكنت بجمع كل الصور، كنت فاهم الصور فيها إيه. معناها أن البني آدم اللي هيشتغل أكتر هياخد مكانة أحسن وكويسة. هذه المجموعة بتاعت أبولو 16 اللي هم كانوا أول ناس نعلمهم تعليم كويس، يعني عن مجموعة وخاصة عن الصور بتاع القمر، ودول كان الثلاثة، يعني ساعات كنا بناخد الثلاث رواد اللي رايحين القمر ونعلمهم، أو ساعات كنت باخد واحد على واحد زي مثلا أبولو 17 ده، وأنا قاعد معاه بوريه له الصور التفصيلية اللي خذتها رحلة أبولو 15 بالتفصيل عشان يعرف إيه القصة، عشان يفهم هو إيه اللي عندنا وإيه اللي ممكن يجي من 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 بعده. هو في رحلة أبولو 15 دي في ثلاث حاجات في رحلة أبولو 15 حصلت، لأن أنا كنت تصادقت من آل ووردن اللي هو ألفريد ووردن اللي هو كان يعني الراجل اللي كان بيستنى يطير حوالين القمر. وألفريد ووردن ده أنا قلت أنا بعت نضحك مع بعض، وهو كنت أقول له إن اسمك ده ألفريد ده أصله مصري بس أبو عربي اسمه ألفريد، يعني ذا يونيك بالإنجليزي، كان يعجبه أو الحكاية دي. فهو بقى صديق عزيز، وهو طالع في الرحلة. أنا كان فيه الرحلة أول مرة ناخد فيها السيارة القمرية الجيب، وأول مرة نعمل تغييرات في السفينة عشان نحط الكاميرا أبو 7 أقدام دي. فعشان كده قلت له إحنا عايزين نبقى هنعدي لك سورة الفتحة من القرآن الكريم عشان تبقى حماية لكم. أنا عارف إن هم بياخدوا البايبل بتاعهم لما يبقى معاهم عشان برضو عشان ربنا يحميهم وكذا. فأنا قلت له هعدي لك كمان حاجة، هعدي لك اللي هدي لكم تاخدها معاك انت سورة الفاتحة. فانا خدتها لقافة، قال لي هات انا نحتاج كل حماية. فانا خدتها جد، وخدت البنات الاربعة، وخدت كده كنت قلت خدت صفحة القرآن الكريم فيها الفاتحة بالمكتوبة العربي والانجليزي عشان يعرفوا ايه القصة دي، وكتبت عليها اللهم احفظ إنديفر اللي هي اسم السفينة وروادها ألفريد ووردن جيمس إروين وديفيد سكوت بالعربي والانجليزي، وخليت البنات أنا أمضي والبنات بتوعي كلهم يمضوا عليها، منيرة وسرية عرفوا، كريمة وفيروس كانوا صغيرين وما عرفوش يكتبوا، فأنا كتبت فيها أساميهم. وديت الصفحة دي للرواد، والرواد اتبسطوا جدا وخدوها معاهم وشعروا بالأمان من عند ربنا، لأنها إضافة على الإنجيل اللي هو معاهم دي صفحة من سورة القرآن الكريم. وألفريد ووردن ده كان صديق أنا فهمته أنه اسمه ألفريد، وقال لي طب قول لي علمني حاجه بالعربي اقول لها وانا في القمر. فدي كانت ظريفه جدا، وهو بيلف حوالين القمر بيقول لزميله كان اسمه كارل، بيقول له لو كان اف ذا كينج از ذير، هم كانوا بيسموا عشان انا في اسم فاروق وجاي من مصر، ملك فاروق كان قبلها بشويه كده كان هو ملك مصر، فكان الاسم الدلع بتاعي يعني هو كان الفريد ويسموه ال وانا فاروق، فقالوا لي كينج، فقال if the king is there مرحبا أهل الأرض من إندبر إليكم سلام، معناها إنه هو تعلم كلمة بالعربي وقالها من القمر. فدي حاجة صريفة جدا، يعني تعرفوا إن أنت لما الواحد يتصادق مع الناس دي ويعرف هم إيه ويعرف هو وهم يعرفوا هو إيه وقصدك أنت إيه وكذا كذا، ممكن الواحد يعلمهم لغتك وتعلمهم تاريخك وتعلمهم حاجات كتيرة، وخاصة إن إحنا كنت بقى أنا بكعلمهم إن الأسماء الكتيرة بتاعت الفوهات اللي على سطح القمر كان كلها من أسماء عربية.
يعني انت هنا بصيت على اليمين كده تلاقي ابن سينا وعمر الخيام والبيروني وابن يونس والخوارزمي اللي انا نفسي اضفت اسمه وابو الوفا، وتلفت الثانيه البتاني والحسن والفرغاني، دول كلهم اسماء علماء عرب اتحطت الاسماء دي في القرن السادس 16 وال17 من علماء فلك زمان قوي. وعلماء الفلك دول كانوا بيحيوا العلماء العرب اللي هم كانوا هم اللي بدأوا العلوم دي، وهم اللي عرفونا عن القمر ومكان القمر ولفة القمر والهلال بيطلع امتى وبيختفي امتى، وكل الحاجات الأساسيات بتاع القمر كما نراه هنا من الأرض كان كله بناء على شرح من علماء عرب، ابن سينا والبيروني والبتاني وابن يونس. وابن يونس ده كان هو مصري وكان عامل الخريطة، أول خريطة للعالم، والفرغاني والمأمون وجابر، جابر اللي هو عمل أول حد يعمل الجبر، الجبر اللي احنا بنسميه الجبر أريثماتيك كان هو جابر، وكان جابر بن حيان ده اللي هو عمله، والخوارزمي هو اللي خل دخل لنا الاستخدامات بتاع الجبر. عشان كده حتى لما بنتكلم في الرياضيات ونقول في حاجة اسمها الألجوريزم ده اسم الخوارزمي، محمد بن موسى الخوارزمي هو اللي اسمه الخوارزمي اللي احنا بنسميه في الرياضيات النهاردة ألجوريزم، ده اسمه هو لأنه هو اللي اخترع القصة دي. معناها ان هنا العلماء العرب بتوع زمان كانوا هم قادة العلم والمعرفة. ويا شباب في مصر وفي كل الدول العربية، انا لو انتوا طلعتوا من المحاضرة دي كلها بس بالصورة دي في مخك كأن دول عينين، والعينتين دول فيهم أسماء علماء عرب، دول كلهم موجودين على سطح القمر والعالم كله بيحييهم، لأن الأسماء دي كان لها يعني مكانة كبيرة جدا في تعليمنا عن الفلك والعلوم والخرائط والجغرافيا والكيمياء، كل الأشياء دي كان علماء عرب عاملين. إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ ما بنعملش. فخلي بالكم أنتوا تقدروا تعملوا كده لأن أجدادكم عملوا ده. وشوف الناس في أوروبا كانوا بحيين الأجداد، كل الأسماء بتاعت الفوهات دي على سطح القمر من أسماء علماء عرب دعموا العلم والمعرفة وأزادوا من العلم والمعرفة، وحياهم علماء الغرب من أوروبا كلها إنهم يحطوا أسميهم على الحاجات بتاعت القمر، عشان لما نبص على القمر نفتكر على الدوام هذه الأسماء الرنانة العظيمة. فأنت كل واحد منكم لما يبص على القمر اعرف ان هناك 18 اسم على سطح القمر من اسامي العلماء العرب اللي اجادوا في علمهم، عشان ممكن انت ترفع من مقدرتك وتعمل حاجة كويسة عشان الناس تحترمك وتخلي اسمك يخلد كما خلده العلماء الأوروبا هؤلاء العلماء العرب المحترمين الممتازين العظماء. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور على هذه الجلسة الممتعة. ممكن حضرتك تعمل بس كلوز للشير سكرين من برنامج زوم ونبدأ بالأسئلة. يعني قبل ما نبدأ بالأسئلة في بس رسالة، يعني في كتير من التعليقات اللي جاية أطفال من سن 7 سنوات و8 سنوات حاضرين معانا، والناس كاتبين ان هم صاحيين من الساعة 4 الفجر ومتشوقين ومنتظرين الجلسة. فلو حضرتك حابب توجه رسالة للشباب والأطفال اللي معانا قبل ما نبدأ في الأسئلة تفضل. أو للشباب والأطفال أهم حاجة دي عندي أنا، لأن أنا الحقيقة يعني الكلمة اللي أنا قلتها لكم دي عن الشباب والناس اللي كانوا مسؤولين عن رحلة أبولو بكلية وتماما، أثناء الرحلة رحنا وشفنا متوسط العمر بتاعهم كان 26 سنة. معناها يا شباب أن أنت لما تبقى سنك 8 تبقى تعمل حسابك أن أنت لما توصل 12 هيكون عندك علم ومعرفة، عشان لما تبقى سنك 16 أو 20 أو 26 هتبقى عندك احتمالية أن أنت تعمل حاجة زي كده. وأنت ما تقدرش تبقى مسؤول عن رحلة أبولو وانت سنك 26 سنة أو أقل مثلا، لأن كتير منهم كانوا 25 و 24 و 23، ما تقدرش تعمل كده إلا إذا كنت انت وانت لسه في 16 و 17 و 18 ممتاز جدا في عملك، وما تقدرش تبقى ممتاز جدا في عملك إلا إذا كنت انت وانت 6 و 7 و 8 بتذاكر كويس.
وبتستمر في المذاكرة. يعني التفوق ما بيجيش في الآخر، التفوق بيجي بناء على انك انت من سنك، انت وانت سنك 5 سنين كنت بتحب المذاكره، كنت بتحب الاطلاع، كنت بتسال ابوك وامك اعمل ايه، وكنت تسال زمايلك، وبتقرا وبتاخد كذا، جيب مجله واقراها، جيب جريده واقراها، اي مكان تقدر تتعلم منه اتعلم، لان هو ده اللي هيخليك ترقى وانت في 19 و20، وخليك ترقى وتبقى مسؤول عن عملك وانت في 26 سنه زي ما الولاد في الامريكان دول كانوا. تمام. حضرتك أشرت في الحديث إلى أن يعني متوسط أعمار العاملين في مشاريع أبولو كان تقريبا 26 سنة، صح؟ ده المتوسط. وفي الوطن العربي يعني عندنا الكثير من القدرات والشباب المتحمسين أنهم يصنعوا الإنجازات، فهل حضرتك شايف أن احنا في الوطن العربي أصبح عندنا استعداد أن احنا نمتلك برامج فضائية خاصة بينا؟ يمكن الإمارات سبقتنا وبتقود الوطن العربي في الجزء ده بعد إطلاق مسار مسبار الأمل، بس هل تعتقد حضرتك إن بشكل عام الوطن العربي حاليا عنده القدرة على امتلاك مشاريع فضائية كبيرة؟ طبعا. ايه اللي يمنعنا احنا؟ الهند عملت، والكوريا عملت، اليابان عملت، الصين عملت، احنا اللي موقفنا ايه؟ مفيش اي شيء يوقفنا على الاطلاق، انما احنا في العالم العربي يعني جهله، ولا عندنا مشاريع كويسه، والجامعات خربانه، والمدارس متهببه، ويعني يعني في حاجات كتيره جدا وحشه خالص، التعليم نفسه مش كويس، وبعدين الاهتمام بالعلم والمعرفه قليل، ومفيش حد بيدعم حد، والدنيا خربانه، واحنا والعالم كله مشغول بلبخ، ولا فيش مفيش حاجه. ده شوف ما الهند، شوف الهند كانت تعداد السكان بتاعنا قدنا قد ايه، يعني 3 4 مرات اكتر، وعملوا مشروع بتاعهم ووصلوا راسهم براس اي حد دلوقتي في العلوم والتكنولوجيا. بناء على ايه؟ بناء على انهم اهتموا بالشباب، واهتموا بالتعليم من الروضه وابتدائي والثانوي وبعدين الجامعه، وكانت الجامعات كلها محترمه جدا، واساتذه الجامعات محترمين جدا، ما حدش بيعمل ملازم ويبيعها، ما حدش بيعمل كذا وكذا، والمهم كانت راقيه، التعليم راقي، طلع ناس كويسين خالص، اعتمدت عليها الحكومه وعملت وادت لهم المنفذ للعلم والمعرفه، ادت لهم الوسيله بالتعليم الممتاز، وسابتهم يعملوا احنا في ايدنا ده كله، انما احنا ما بنعملش اي حاجه بالنسبه للشباب على الاطلاق. يعني كل شويه كده ممكن نعمل مؤتمر ونحييهم ونشوي، لكن هل فيه احترام لكل الشباب؟ هل فيه دعم لكل الاولاد اللي هم اللي بيكلموه، اللي صاحيين النهارده من الصبح، دول ابو 6 و7 سنين و8 سنين، حد بيدعمهم؟ حد بيعمل لهم بيدي لهم كتب يوميا، كل يوم كتاب، وكل يوم ياخدوه يحضر محاضرة، وكل يوم يعملوه دعموه؟ المهم الدعم والواحد صغير، عشان احنا لما كنا صغيرين كنا عندنا دعم كامل، ابويا الله يرحمه كان استاذ في الازهر، وكان بيدعمنا كلنا دعم كامل في القرايه والكتابه، ما عندناش كتب، ما عندناش فلوس نشتري كتاب يخلينا نقرا الاهرام من الجلد للجلد، من الصفحه الاخرانيه للصفحه الاولى للصفحه الاخرانيه، وبعدين يسال شويه كده يقول انت قريت الاهرام النهارده؟ اقول له يقول لي طب انت من الايه انهي مقاله عجبتك يعني؟ وانا لسه في الابتدائي. معناها ان احنا لازم ندعم الشباب بتاعنا كلهم وهم صغيرين، وبعدين هم في الجامعات، ما فيش حد بيدعم الناس بتوع الجامعات النهارده خالص، سايبينهم. وبعدين اللي بيتخرج من الجامعه يقول له طب روح تلاقي شغله في اي حته. في اي حته ازاي؟ ده هو اتعلم في كذا وكذا وكذا، لازم. وحتى النهارده الشباب لما بيكلموني يقول لي والنبي ما تلاقيليش شغل، اقول له انا ماليش دخل يا ابني بالشغل. يقول له انت عايز تشتغل في ايه عشان اقنعك بس تروح في حته الفلانيه؟ يقول لي اي حاجه. اقول له اي حاجه يعني ايه؟ يقول له والله اي حاجه، بس حاجه اخد منها مرتب، يعني النصيب. انت عايز تشتغل في اي حاجه بغض النظر انت متعلم ايه وقادر تعمل ايه عشان تروح تشتغل في اي حاجه. ما هو ده معناها ايه؟ معناها ان هو لا عنده ثقه بنفسه، ولا هو عارف ايه اللي يقدر يعمله بالظبط، ولا هو مستعد يعلي من مستواه نفسه في الحياه اللي هو عايز يشتغل فيها عشان يرقى بالمستوى ده، عشان يلاقي شغلة كويسه جدا يعمل فيها كويس. تمام. سؤال اخر ياسمين بتسال حضرتك، بتقول بعد تخرج حضرتك من الكليه طورت نفسك ازاي بحيث توصل لانك تكون احد
أهم العاملين في وكالة ناسا، وإيه النصايح اللي ممكن تديها للطلاب اللي لسه متخرجين؟ العمل الدائم والدراسة الدائمة، يعني أنا لحد النهاردة بدرس يومياً، بدرس مش بس بقرأ كده تمام، بقدر بذاكر أكتر من بناتي اللي في الجامعة أو اللي خلصوا. يعني أنا لحد النهاردة بذاكر كل يوم لحد ما أنام. أنا لما وصلت عند ناسا وخدت المعهد ما كنتش أعرف عن القمر ولا كلمة. أنا راجل جيولوجي بتعلمته، وكان كان كل شغلي في الجيولوجيا كان مناجم، بنزل تحت الأرض، يعني حتى بصش على سطح الأرض كان إيه. كان معظم الحاجات اللي أنا تعلمتها كويس جدا كان كله من تحت الأرض في المناجم. فلما رحت على ناسا كان الوحيد الشغل الوحيد اللي لقيتها جيولوجي، وتلاقيت إن الناس كلها بتتكلم على تضاريس القمر. فأنا قلت أيوه هم عارفين تضاريس القمر من إيه، قالوا من الصور، صور إيه، طب هات الصور دي، جمع الصور 2200 صورة ومنهم نسختين يعني كان 4000. وقلت انا اخذ الصور دي وانا لازم ادرس هنا بنفسي واشوف فيها ايه الصور دي. وخدت 4 اشهر ما اتحركش، اروح الصبح الشغل الساعه 8 وامشي بعد الظهر الساعه 6 وانا قاعد مع الصور دي واحده واحده، امسك الصوره واشوف فيها ايه بالظبط والخص الكلام اللي فيها في ورقه صغيره كده، واروح مرتب الورقه الصغيره دي واللي بعدها اهو الست. كل طول من مارس لحد سبتمبر، من مارس لحد سبتمبر اعمل كده يوميا بدون توقف. عايزين حد بيسالني اعمل حاجه اعملها له زياده وكده في البتاع، لكن الحاجه اللي انا بعملها هو ده دراسه الصور دي واحده واحده وبالتفصيل وملخصها وعارفها. وبعدين رحت على الاجتماع بتوع المجموعه اللي هي مسؤوله عن التصوير بتاع القمر ده عشان هيعملوا لجنه لاختيار مواقع الهبوط مستقبلا وكذا، كان لسه يعني ما حصلش الكلام. والاجتماع مع اللجنه دي كنا حاجه و60 واحد، وقعدنا في اللجنه دي. بعد 3 ايام من اجتماعنا في اللجنه دي المجموعه دي اللي هم الامريكان اللي من الجامعات المحترمه ومن الساحه الجيولوجيه والجامعات الجيولوجيه الامريكيه، هم اللي دول اللي اختاروني أبقى سكرتير اللجنة بتاعتهم. يعني دي مجموعة عملتها ناسا عشان تختار مواقع الهبوط، أنا بقيت سكرتير المجموعة دي. ليه؟ لأن زمايلي عرفوا أن أنا هبقى كويس خالص في أن أجمع المعلومات وأن أشرحها كويس ولخصها كويس وأشرحها كويس. ليه؟ لأن أنا عملت الحكاية. ولما تيجي الصور الجديدة، ما أنا كنت شفته، أنا بقول لكم الكتب اللي كانت بتعملها ناسا دي كان لازم اسمي انا موجود، كنت انا لازم واحد من المؤلفين. ليه؟ لان انا كل صوره بتيجي كنت بعرفها واعرف فيها ايه وزودت علينا ايه. فزمايلي اللي كانوا بيعملوا الكتب يقول تعالى ساعدنا في الحكايه، وعشان كده احط اسامي اسمي انا كان يبقى معاهم على طول، لان كنت بساعد وبدعم شغلهم. ليه؟ لان انا اشتغلت وما زلت اشتغل لحد النهار، بشوف صور وبجمعها وبتعلم فيها. معنى ذلك ايه؟ عايزه ترتقي يا كتكوته لازم تتعبي وتجمعي من العلم والمعرفة على الدوام لحد النهار، يعني عجوزة وسنك 70 سنة وتجمعي من العلم وتستمري في جمع العلم والمعرفة. أنا النهاردة 82 ولسه بذاكر ومبسوط. يعني ما شاء الله ربنا يدي حضرتك طول العمر والصحة. في سؤال تاني بيقول هل حضرتك شايف في أهمية لإعادة البشر مرة أخرى على سطح القمر، ولا الأولى تركيز الانتباه كله والدعم كله للمهام الفضائية الأخرى لاستكشاف الكواكب؟ ليس هناك شيء بيقول لك إن كفاية أي حاجة، وإحنا هي كفاية استكشفنا الأرض، ولا كفاية استكشفنا تحت سطح الأرض، هل كفاية استكشفنا للبحار والمحيطات؟ ما فيش كفاية أبدا في العلم والمعرفة. العلم والمعرفة كله دائم، ولحد النهاردة بنجمع معلومات عن القمر النهاردة ولسه ومستقبلا هنعمل مجموعات، وفي المستقبل في يعني مثلا كل الصخور السوداء اللي أنا قلت لك عليها البازلت دي في سطح القمر فيها مثلا تركيزات مهمة جدا. يعني ممكن يعني في تركيز احنا في 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 سطح الأرض هنا لما بنلاقي بازلت فيه نسبة من 4-7% تيتانيوم، يبقى خامة هائلة جدا وبناخدها عشان نعمل نطلع منها التيتانيوم اللي احنا بنستخدمه للحاجات الطبية. كل المشارط بتاع الأطباء والحاجات دي معمول من التيتانيوم، لأنه يعني معدن صلب وجميل ونظيف وكويس خالص، ما تفاعلش ولا يتأكسد. على سطح القمر نسبة التيتانيوم ده بتبقى من 7-11%. ما ممكن نقول احنا مستقبلا
نروح نجيب من الهيتاتينيوم بسالدة ده اللي في القمر ونطلع منه تيتانيوم هنا في الأرض، يبقى أرخص وأحسن ونطلعه يبقى أغلى بالنسبة لنا وكل حاجة حاجة كويس. معناه أنه ما فيش حاجة اسمها كفاية، في حاجة اسمها العلم والمعرفة على الدوام. تمام. يعني الحقيقة احنا بتوصلنا عشرات الأسئلة هنا على الزوم وعلى البث المباشر، كلها طبعا بتشكر حضرتك على كم المعلومات والحماس اللي حضرتك أعطيته للشباب. ممكن بس يعني نختم بآخر سؤال، إيه رأي حضرتك في مشاريع اللي بتعملها الشركات الخاصة زي سبيس إكس أو إيلون ماسك، وهل ممكن نعمل التجربة دي ذاتها في الوطن العربي ويكون في دول للقطاع الخاص في قطاع الفضاء؟ ما فيش شك لأن دي كلها يعني حاجات مدام نقدر نعملها فما فيش شك بذلك. وأنا في نظري إن هيبقى في المستقبل، مش بكرة ولا بعد سنة ولا بعد 5 سنين، إنما في المستقبل هتكون في شركات سياحة هتطلع بتجمع فلوس تاخد تيكت وتاخد تذاكر وتروح في الحتة الفلانية وتطلع وتنطلق وتطلع في الفضاء وتلف حوالين الأرض مرة أو اثنين أو خمسة وتنزل، يبقى اتفرجت على الأرض من الفضاء. ده وارد جدا في نظري، ولذلك فلا بد أن يكون هناك شركات يعني مستقبلا، مش بس الحكومات دي إنما دي هتبقى شركات. تمام. يعني الحقيقة كنا نتمنى نقدر نجاوب على قدر أكبر من الأسئلة، بس للأسف عارفين أن حضرتك وقتك مشغول، فشاكرين جدا على الجلسة الممتعة دي وعلى كل المعلومات وعلى مدى الحماس والتحفيز اللي حضرتك اديتهولنا، وإن أي شيء أخيرا نقدر نقوم به طالما الاجتهاد موجود وطالما عندنا التزام تجاه أنفسنا بأننا نتعلم ونستكشف بشكل مستمر مهما كانت الظروف ومهما كان العمر. فهسيب لحضرتك الكلمة الختامية مع الجمهور. الكلمة الختامية في الحقيقة اهتموا بجمع العلم والمعرفة على الدوام، ما تبطلش من تقرأ من جريدة من مجلة من كتاب من أي حاجة من التلفزيون من أي مصدر، اجمع من العلم والمعرفة على الدوام لحد ما الواحد مش عارف يقرأ، لو لحما الواحد يتعمي. معناها أنه جمع العلم والمعرفة لابد أن يستمر، لأن أنا بقول لكم أنا النهاردة بذاكر أكثر مما كنت بذاكر وأنا في الكلية. معناها أنه لابد أن الجمع العلم والمعرفة يستمر إلى الأبد، لأن جمع العلم والمعرفة هو المقياس الوحيد للإنسان. مفيش حاجة لا أقول لك عملت بنيت لي بيت حلو قوي ولا جبت عربية يعني فارهة ولا عملت، كل ده كلام فارغ ما هيبقى لوش أي قيمة ولا ذكرى. اللي هيبقى عندك أنا قدام العالم كله لا يبقى أنا معايا أبدا إلا الكلام بتاع رواد الفضاء علي عمل لهم إيه، أو الناس بتوع الهيئة العالمية لعلوم الفلك تروح تسمي باسمي وأنا مش داري باسمي، كويكب تحط عليه اسمي عشان الحاجات اللي أنا عملتها لمشاريع الفضاء. بكل ده بيجي منين؟ من أني بستمر في جمع العلم والمعرفة، لأن أنا عايز أجمع علم ومعرفة وعايز أعلم الناس فيه، لأن وعايز أعلم الناس فيه. الله يرحمه والدي كان يقول لنا، هو كان والدي كان أزاري كان يقول لنا من يعلم فعليه أن يعلم الناس وإلا فلا نفع في علمه. يعني الواحد لازم يتعلم والواحد لازم يعلم اللي تعلمه. معناها أن أنت لازم يبقى لك فايدة في وسط المجتمع، وهتبقى لك فايدة في وسط المجتمع دي لو أنت بني آدم هايل قوي وبتلبس كويس خالص، ولا الفستان بتاعك حاجة زينة حاجة رقيقة خالص، شعرك مصفوف وفستان عندك هايل جدا، ليس في هذا نفع لأي حد. ولكن لو أنت ست عظيمة بتدعم الولاد دول وبتساعد الله وتعلمي البنت الخدام وبتعلمي الواد السواق والواد اللي بتركبي معاك التاكسي بتعلمي حاجة كويسة بتعمل، معناها أن الواحد لما يعلم الخلق حاجة جديدة يبقى هو له نفع في الدنيا، وهيعلم الناس حاجة جديدة ليه؟ إزاي؟ إذا لم يكن يجمع من العلم والمعرفة على الدوام. فهو الأول جمع العلم والمعرفة على الدوام، وبعدين من يعلم فعليه أن يعلم الناس. في الاثنين دول أحسن حاجة في حياتك، وهو ده اللي يخليك بني آدم متميز وسعيد في حياتك طول حياتك.
إلى هنا نكون وصلنا للختام. شكرا جزيلا للعالم شكرا الكبير لك. الدكتور فاروق الباز، شكرا جزيلا لكل الحضور الكريم، أطفال وشباب وكبار، استمتعنا اليوم معاكم، وبنفكركم إن إحنا مازالت فعاليات أسبوع العلوم العربي مستمرة حتى يوم 23 أغسطس. تقدروا تتابعوا كل فعالياتنا على موقعنا arabsciencesweek.com وعلى قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أسبوع العلوم العربي. شكرا جزيلا لكم على حضورنا، وشكرا جزيلا للدكتور فاروق الباز. ألف شكر يا سعد.